السلام عليكم متابعينا، أهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. نستكمل الحلقة السابقة في الغابة الغامضة. يوجد كهف هنا أصدقاء، ندخل به نرى ما إذا يوجد داخل هذا الكهف. نقضع الخفاش، نكون حذرين ما خفافيش. أوه، لقد هذا الأرض سهلة الانكسار. نكسر هذه الأشياء التي هنا، نتجنب الأرض الهشة. فسنتقدم بسرعة قبل أن تسقط. فسنقضي على هذه الأشياء الخضراء الغريبة. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول، ولا تنسوا اللايكات والكومنتات أيضا أصدقائنا. سنستطيع إزاحة هذه الصخور. مثلا نخرج من هذا الكهف. وصلنا لمنطقة جديدة، نحاول قضاء الغول. حسنا، الآن فرصتنا والآن نقضي عليه ثانية. نحصل على هذا الفطر. نحصل على بعض البلورات أيضا الخضراء أصدقائنا. نعود ثانية إلى الكهف، نحاول الحصول على القلب الذي يوجد هنا، ولكن علينا أن نكون حذرين بإزاحة الصخور. لو أزحنا هذه الصخرة إلى الأعلى لا نستطيع المرور. حسنا، نحاول إزاحة هذه، لن نستطيع أيضا. لا يمكننا إزاحة الجمجمة. حسنا، لا يمكن الدخول. إزاحة الصخور والجماجم حتى نحصل على القلب. نحاول ثانية. حسنا، نزيح الصخرة، نزيح هذه أيضا. حسنا، نخرج ثانية، نحاول من أول وجديد ثانية مرة أخرى، فلنجد هل يوجد ثغرة حتى نستطيع الدخول. لا يستطيع إزاحة صخرتين. يوجد صخرتين هنا، صخرتين، صخرة. تغلق الطريق. حسنا، يوجد طريقة ما ولكن غريبة. حسنا، سأخرج على أي حال الآن من الكهف. نتقدم في القصة، نقوم بالقضاء على هذا الوحش. نقوم بالقضاء على الغول. حسنا، نتقدم، نقضي على الغول الآخر. قضينا عليه. حسنا، يوجد صخرة حفرة هنا. بما أن يوجد حفرة لا أستطيع التقدم. لا يوجد طريق آخر أيضا. حسنا، نعود ثانية إلى الكهف. حسنا، نعود ثانية من هنا. نقضي على الأشياء الخضراء، نحصل على قلب جديد.
هسه نتجنب الحفر، نتجنب الخفافيش أيضا، نقضي على الخفاش، نخرج من هذا المكان الغريب. وخرجنا من الكهف أصدقائنا. نتجنب رماح الغول. أوه لم يتبقى لنا سوى نصف قلب. أوه قضى علينا هذا الغول الغريب. حسنا جيم أوفر، انتهت اللعبة. نختار الإعادة من نفس المكان أصدقائي. نقضي على الغول، ننتقم منه شر انتقام. نقضي على الأحمر، كرات الحمراء. يوجد كرة التصقت بنا ولكن قضينا عليها وحصلنا على قلب جديد. حسنا أصدقائي، الآن تنتهي حلقة اليوم من لعبة أسطورة زلدة الاستيقاظ. نراكم في الحلقة القادمة.